الشورجة تحكي تاريخ الحياة التجارية والاقتصادية في بغداد منذ عهد العباسيين الذين عمروها وحتى الوقت الحاضر. ففي السوق توجد بعض السلع والبضائع التي تندر في بقية الأسواق الأخرى، ولذلك يفضله العراقيون على سواه لما فيه من متعة وحنين إلى التراث، حيث تمتاز بعبقها التاريخي ودلالتها التراثية الأصيلة التي تنقلك إلى زمن الماضي الجميل والذكريات التي تمتد لأجيال إلى هذه السوق.